دعوات مغرضة لطالما اتهمت السعودية بأنها لا تبالي بحقوق الإنسان، لكن المملكة كانت تؤكد دوما أن رفاهية مواطنيها هي أهم حق للإنسان. If you look at education, if you look at healthcare, if you look at life expectancy, we're looking at human rights. ضربت جائحة كورونا العالم، وخرجت دول كانت تفتخر بأنها قلاع للديمقراطية وحقوق الإنسان تعلن فشلها عن حماية الشعب. The disease is more dangerous and it's going to spread further, and I must level with you, level with the British public, many more families are going to lose loved ones before their time. بل خرجت دول من قلب الاتحاد الأوروبي معقل الحريات تنتقد الاتحاد وتعلن إخفاقه في التضامن مع بعضه البعض في مواجهة الأزمة. Европска солидарност не постоји. То је била байка на папиру. وهكذا ظل مواطنو هذه الدول يعانون وحدهم. Ieri è deceduta mia sorella, probabilmente per il virus del Covid-19. Sto aspettando risposte dalle istituzioni da ieri sera. Nessuno si è fatto avanti. Io ho mia sorella nel letto, morta. Non so cosa devo fare. Non posso darle l'onoranza che merita, perché le istituzioni mi hanno abbandonato. I'm a critical care nurse. I've just finished 48 hours of work. I just wanted to get some stuff in for the next 48 hours. There's no fruit, there's no vegetables. I just don't know how I'm supposed to stay healthy. في المقابل حشدت السعودية كل مقدراتها لحماية مواطنيها. حظر شامل للتجوال. حفاظا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم، نأمل منكم البقاء في منازلكم. وتوفير لكل الاحتياجات الأساسية وعناية صحية فائقة في كافة المستشفيات التي رفعت درجة الاستعداد القصوى. أما مواطنوها في الخارج فلم تتخلى عنهم. مسؤوليتنا بنكون معاكم إلى آخر لحظة. إذا كان اليوم تيسرت الرحلات فمن عيوننا خدمتكم إلى آخر راكب. إذا لم يتيسر إن شاء الله إحنا مهيئين لكم فنادق 5 نجوم بتنزلوا فيها إلى أن يأتينا الأمر ببداية الرحلات. شوفوا يا جماعة فين سكنتني السفارة السعودية لما قلت لهم إنه أنا طالب وانلغت رحلتي وما في طيارات رجعني السعودية. سكنوني في فندق 5 نجوم وفوق ذا كله كمان قالوا لي سجل اسمك الساح ده عشان نزل لك مصروف كل يوم. يا جماعة والله العظيم احنا في نعمة، والله العظيم انه دولتنا تعزنا، الله يعز دولتنا ولا يعز عليها. السفارة السعودية الله يبيض وجههم ما اختاروا فندق عادي، من أرقى الفنادق 5 نجوم في موسكو. أما الحجر الصحي للقادمين من الخارج فكان على أعلى مستوى وفي أفخم الأماكن التي يختارها المواطن بنفسه. كنت سافرت عدة دول موبوءة في الكورونا، وعند وصولي مطار الرياض طبعا كان من الأفضل أني أنتقل للعزل منعا لنقل العدوى. كان استقبالهم حقيقة جيد جدا، وقلت بوصل سيارة إسعافي إلى منتجع في الدرعية وبعدها خيروني أبقى في المنتجع أو في فندق. فضلت فندق هم الموافدينهم على حساب الدولة الله يجزيهم خير. فندق فخم جدا، الرعاية الطبية رعاية متقدمة جدا، اهتمام كبير جدا، عاملوني معاملة محترمة تماما. كانت صحة المواطن والحفاظ على حياته أهم حق للإنسان، وهو واجب قامت به القيادة السعودية تجاه مواطنيها على الوجه الأكمل. إن بلادك المنفعة السعودية مستمرة في اتخاذ كل إجراءات احترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى ما لديها من الإمكانيات التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.